معانا خبر بقى من البرلمان النهاردة، قرينا عن مشروع أو مقترح قانون بيجهزه النائب عبد الرازق الزنط أمين سر مجلس القوى العاملة بمجلس النواب. بيقول إيه المشروع ده؟ بيطلب إن الموظف لما يخرج على المعاش يحصل على 80% من قيمة آخر مرتب له قبل الخروج. يعني ايه؟ يعني المرتب ممكن يكون اساسي وفي حوافز، في بدلات، في مبالغ اخرى فوق المرتب الاساسي. لما بيجي يطلع على المعاش مرتبه بينزل جدا، فهو عايز يقدم مشروع ان المعاش يكون دائما لا يقل عن 80% من المرتب قبل المعاش. احنا معانا سيادة النائب على الهاتف نعرف منه كده. مساء الخير يا سيادة النائب. الو سيادة النائب عبد الرازق. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك وتحياتي للساده المشاهدين. الله يخليك يا فندم. يا فندم، بالنسبه لمشروع القانون اللي حضرتك متقدم بيه، هل ده فعلا قابل للتنفيذ يا فندم؟ هو توضيح حضرتك نوضحه للساده المشاهدين. اتفضل. هو طبعا كلنا في لجنه القوى العامله او كنواب مع السادة أصحاب المعاشات. أيوة. لا ينكر أحد أن أصحاب المعاشات بيعاني معاناة جديدة طبعا، وبالذات إذا كان حضرتك بيتقاضى مرتب معين أثناء الخدمة وبمجرد خروجه للمعاش، وبالذات أصحاب الكوادر الخاصة. يعني في بعض الناس مرتبه 10,000 جنيه. أيوة. ليس من المنطق والمعقول أنه بعد ما يخرج ياخد معاش 1200 جنيه أو 1600 جنيه. هو القانون ده للخاص وللحكومة ولا للحكومة فقط؟ هو هنبتدي حضرتك للحكومة، القطاع الحكومي. برضو توضيح للسادة المشاهدين، احنا المنوط بهم القطاع الحكومي اللي يشمله القانون 81 لسنة 2016، وقطاع الأعمال والقطاع العام حضرتك. تمام. بالنسبة لنا احنا، يعني بعض الناس بيعتقد انه اخواننا اللي بيخرجوا على المعاش اعبائهم بتقل. لا، انا من وجهة نظري الاعباء بتزيد حضرتك. تمام. لانه بيصل لمرحله. طب خلي حضرتك معايا سياده النائب، معايا على الناحيه الاخرى النائب محمد ابو حامد في لجنه تضامن. اهلا، مساء الخير سياده النائب، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بسياده النائب. هل مشروع القانون ده يا فندم قابل للتنفيذ؟ طب بصي، خلينا بس نتفق على حاجه. البرلمان من اول ما انعقد جلساته وكانت مشكلة أصحاب المعاشات والتفاوت الكبير ما بين المعاش اللي بيحصلوا عليه وآخر مرتب أخدوه، كان من الموضوعات الأساسية اللي بيتم مناقشتها. والرئيس لما اتكلم عن رعاية الفئات الأكثر احتياجا كان من ضمنهم أصحاب المعاشات طبعا. وفعليا بالتنسيق ما بين البرلمان وما بين الحكومة، وخاصة لجنة التضامن داخل البرلمان بحكم أنها لجنة مختصة، ابتدت الحكومة تشتغل على مشروع قانون تأمينات موحد يعالج مشاكل اصحاب التامينات برفع الحد الادنى للمبلغ اللي يتم التامين عليه والحد الاقصى كمان، بوضع خطه لزيادات دوريه بتتم تقريبا كل سنه، كل دور انعقاد البرلمان بيقر زياده على اصحاب المعاشات من قدامى اصحاب المعاشات. والمفروض انه قانون التامينات الموحد ده خضع مرتين لدراسات اكتواريه، مرة قبل ما يتم تعويم الجنيه ومرة بعد ما تم تعويم الجنيه. فطبعا حضرتك عارفة ان قوانين التأمينات عشان تكون قابلة للتنفيذ سواء كان قانون شامل او اي مقترح لازم تخضع للدراسة الاكتوارية دي، لان الدراسة الاكتوارية بيبقى هدفها تحقيق المقترح لكن كمان في نفس الوقت الحفاظ على اموال. معرفة تكلفته ايه؟ معرفة تكلفته ايه كمان؟ ما هو يعني بيبقى التعديل، الدراسه بتحدد تكلفته، بتحدد قدره الاموال الموجوده في صناديق التامينات واستثمارها ان هي تمول اذا كان في زياده مقترحه، اذا كان في تكلفه مقترحه الى اخر ذلك يعني. أيوة. ولا يمكن ابدا الموافقه على اي مقترح يخص اموال التامينات الا بعد ما يمر بهذه الدراسه. ويمكن ده هو اللي خلى البرلمان واللجنه رغم ان احنا فينا هو على ظل الانعقاد الرابع، ورغم ان الكلام في الموضوع ده ابتدى من ظل الانعقاد الاول، الا ان البرلمان منتظر المقترح اللي هيجي من الحكومه
مش عشان اي شيء غير انه هذا المقترح يشمل او خضع لدراسه اكتواريه، لو كان هيبقى فيه تكلفه او مشابه لازم الدوله تكون ملتزمه، اذا كانت التكلفه دي مش هتيجي من صناديق التامينات فلازم أيوة. الدوله تبقى هتتحمل ده، ولذلك مثلا الزيادات اللي بتتم على اموال اصحاب او على المعاشات اصحاب المعاشات كل دور انعقاد، هذه الزيادات لا تمول من صناديق التأمينات أو صناديق أمور المعاشات، وإنما تمول من الموازنة العامة للدولة. ويمكن ده اللي بيمكننا إن إحنا بعد ما بندخل في تفاوض مع الحكومة بيتم بعد ما الحكومة تقول إنها ملتزمة بتوفير الأموال في الموازنة العامة. طيب. خليني كده بعد إذنك أرجع لسيادة النائب عبد الرازق. سيادة النائب، ما هو كده بمعنى كده إن إحنا لم نقم بالدراسة الاكتوارية المطلوبة عشان نعرف إذا كان قابل للتطبيق ولا لا. في توضيح أضيفه على ما وضحه الزميل الفاضل، هو لما عرضنا هذا الموضوع على وزارة التأمينات والمختصين في الوزارة ردوا علينا أنه لابد أن تكون هناك فترة انتقالية يتم فيها الدراسة والاستعداد وتعزيز البنود وتطوير الحساب الاكتواري، لانه المعلوم للجميع انه اي معاش لاي موظف بيقتطع جزء كقسط اثناء عمله او اثناء ادائه لوظيفته. ايوه. لابد ان تكون هناك زياده في هذا الخصم حضرتك. يعني هو خاضع للدراسه يا فندم. خاضع للدراسه، لكن حضرتك يعني جميع النواب مش لجنه التضامن او لجنه القوى العامله المنوط بيهم هذا الموضوع. جميع النواب مهتمين بما يخص الساده اصحاب المعاشات. والحمد لله يمكن بفضل هذه الرغبة أو هذا الحرص الشديد من السادة النواب احنا عملنا رفعنا الحد الأدنى من 500 ل 750. أيوة. الحد الأدنى للزيادة غير دي حضرتك كان 125 جنيه، حد أقصى 626. فكل دي في رغبة ملحة للوقوف مع السادة أصحاب المعاشات، لأن احنا واضعين في اعتبارنا. أشكرك سيادة النائب عبد الرازق. أشكرك يا فندم. سيادة النائب محمد أبو حامد، أشكر حضرتك. أنا أعتقد أن الموضوع ده يعني مش بالسهولة دي ومحتاج دراسة، وخصوصا كمان لو زي ما أضاف أنها كبداية للحكومة وبعد كده في القطاع الخاص، فأعتقد لو تطرقنا للقطاع الخاص ده مبدئيا كده هيبقى شبه مستحيل.